السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع دهان العشوائيات اتعارض تماما مع الأولويات. ما ينفعش واحد تكون سنانه بايظة ومسوسة ومخلعة وانت تقول له طب انا عايز احط لك السن ده تعبان. يا عم بدأ حق السن ده دي نضف له سنانه وشيل التسوس. في مصايب سودة في قلب المباني غير ان انا اديها لون واحط لها صورة محمد صلاح وفتحيا مصر وابو تريكة. في أولويات بعيدا عن أي حاجة، في أولويات، في مخلفات كتيرة فوق المباني دي مفروض نشيلها. ممكن زراعة الأسطح مثلا، عندنا مشكلة الصرف الصحي، ما عندنا مفيش أصلا مية موجودة صالحة للشرب في مصر كلها، في الدول العربية كلها مفيش مدينة فيها المية صالحة للشرب. وبعد كده تيجي تقول لي عايزين نلون. نلون ايه بس؟ نلون ايه؟ اللي يلون ده مثلا واحد مستثمر عنده قرية على الساحل وبيجيب له فلوس وقرية سياحية، يلونها اللون اللي هو عايزه، يعني ما عندناش أي مشكلة خالص. التلوين دوت على حساب مين؟ على حساب الحكومة اللي عندها نقص في الميزانية وكل سنة تشحت، ولا على حساب الشعب بتاعنا اللي مش لاقي ياكل؟ واحد يعني ماهيته 50 جنيه في اليوم، يعني مش لاقي أكل أولاده، وتروح قايل له هتدفع غرامة لو مدهنتش البيت ولازم لون معين، يقعد يلون وسلاك كهرباء على العريان دي محدش بيداريها. في اولويات، ما ينفعش يعني يكون في حريقه بتحصل وتقول لي لا احنا عايزين نعمل نرسم رسم فرعوني كده على البيت وبتاع. ولا انت ضد الفراعنه؟ يا عم انا مش ضد الفراعنه، بس في اولويات، في حاجات اولى من يعني ما ينفعش ساعه العزاء وجاي تتكلم في كوره وبتاع. ركز ان في مصيبه سوداء وان في مشاكل موجوده نحلها ونحسن بلدنا، وبعد كده نتكلم في الحاجات اللي انت بتتكلم فيها، التلوين ومش التلوين. عن نجيب علقه الوان ونقعد نلون مع بعض ونجيب شادي ويجي يلون معانا، مفيش اي مشكله خالص، بس مش وقته. مش يعني الرفاهيه دي ممكن دوله متقدمه بقى وعايزه تلون بتاع. وبعدين مين اللي قال ان الطوب الاحمر ده مش لون؟ في دول كتير، مدن كامله في اوروبا واخده اللون ده هو الستايل بتاعها. فكر بقى ازاي تحسن، ازاي تجود، ازاي بتاع. بس مش في العشوائيات، احنا انا واحد من سكان العشوائيات، في مصايب موجوده اهم بكتير من الحاجات دي. في ناس بتموت، في حرائق بتحصل من الحاجات اللي فوق البيت. نفكر في ازاي ننظف السطح، ازاي نرتقي بفهم الناس يفهموا ان المباني دي لازم نحافظ عليها وان دي حق ليهم، وده هيجي من خلال ان هو يبقى فعلا حق ليهم، ما يبقاش في اسوار تمنع ان اهل السكان يعرفوا قيمه الاثار اللي موجوده. لازم يعني يبقى في وعي، يبقى في فهم للحاجه، يبقى في مثلا زراعه الاسطح، خلي في تيسير للموضوع دوت، خلي في اللي عايز طاقة شمسية تديها له مجاني وبعد كده تقسطها. يعني فكر في أفكار تفيد الناس، تشيل المشاكل الموجودة. يعني قبل ما نطلع بأي فكرة يا إخوانا، إيه المشاكل الموجودة ونرتب المشاكل، وبعد كده نشوف أكتر مشكلة بتهدد مصلحة المواطن وبتهدد البنية التحتية بتاعتنا ونعالجها. تمام، يا ريت نفكر تاني.